رنجة وفسيخ السنة دي؟ لا طبعا زي كل سنة يعني. هاكل ان شاء الله. السنة دي لا لسه. احنا بناكلهاش والله، بنخاف منها والله بصراحة. هناكل رنجة وفسيخ وكل حاجة عادي. لا الصراحة اتعزمت عليهم. لا رنجة بس. ان شاء الله بس لسه ما جبتهمش. ممكن اديها حاجة غير رنجة والفسيخ السنة دي، لأن الرنجة والفسيخ السنة دي غاليين جدا. عشان تشتري وجبة شامينيسي ممكن تتكلف كام؟ يعني بنبقى عاملين حسابنا أقل حاجة 200 جنيه. مش أقل من 200 300 جنيه النهاردة. ده مثلا حوالي 300 جنيه يعني. حوالي 200 جنيه مثلا، ده أقل يعني أقل كمية. أقل واجب مثلا بتاع 300 جنيه. أنا لو عندي خمس أولاد دلوقتي مثلا وعايز آكل، هاكل ب 300 جنيه، لأن الرنجة والحاجات دي بتساعد على الأكل. دلوقتي مش أقل من 300 جنيه. مينيمم من 200 ل 300 جنيه. ما كدبش عليكي، مش انا اللي بشتريها فما اعرفش هي بتتكلف كام. تحب تروح تاكل الرنجه والفسيخ فين في يوم شم النسيم؟ انا اقضيه في البيت يعني، ما بروحش في حته. في البيت مع العيله يعني. تخيلي هو البيت انسب حاجه. اخرج اروح عند عمتي كده. انا في الارياف اصلا وبيتي جنب غيط، هتلاقيني قاعده في الغيط. هتلون بيت السنه دي؟ لا بطلت العته ده من سنين. مفيش بيت ده. وكويس بقى، كويس لو حتى احنا جبنا كيلو رنجه ولا حاجه. لا ولا بيض ولا حاجه، بنحتفل بشم النسيم او عيد الربيع باكل الفسيخ. الون بيض حياتي كلها متلونه اسود عامه يعني. لا الصراحه عندي حد ما بيحبوش البيض الولاد عندي، ف بنعمل اكسبشن الموضوع ده خالص. هنلون ممكن على السواره يلونوا بيض. بنخاف من الالوان الصناعيه برضو عشان الاطفال وكده برضو. لا 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 ما بنلونش بيض احنا.